حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: استشهد غلام منا يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع، فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت: هنيئا لك يا بني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما يدريك، لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره. هذا الحديث ضعيف، وقد ضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد، وأخرجه الترمذي وقال حديث غريب. وله لفظ آخر بطريق آخر: قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبكت عليه باكية، فقالت: وشهداه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: مه، ما يدريك أنه شهيد، ولعله كان يتكلم بما لا يعنيه ويبخل بما لا ينقصه. هذا عند أبي يعلى، وأيضا فيه من هو متفق على تضعيفه. فيكون هذا الحديث وهو حديث أنس يكون حديثا ضعيفا، لأن الأعمش لم يثبت له سماع من أنس رضي الله عنه. ولذا قال العراقي رحمه الله: رواه ابن أبي الدنيا في الصمت من حديث كعب بن عجرة بإسناد جيد، إلا أن الظاهر أنه منقطع بين الصحابي وبين من رواه عنه. ولا يغتر مغتر بتحسين الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب، فإنه قال في السلسلة الضعيفة قال بضعفه، وقال به نكارة أيضا من حيث المتن لأمرين: أولا أنه ينافي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين كما هو عند مسلم، ويقصد بذلك رحمه الله حديث أبي قتادة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال كما عند مسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فإذن الذي لا يغفر للشهيد هو الدين، أما ما سوى ذلك فيغفر له، لدلالة هذا الحديث الذي عند مسلم. ويقول الألباني رحمه الله: وقد تأكدت من نكارة ذلك حين وجدت هذا الحديث بلفظ المريض بإسناد حسن، قال وهو حديث كعب بن عجرة أن هذا الرجل كان مريضا فقالت أمه: هنيئا لك الجنة، فذكر صلى الله عليه وسلم الحديث فصح أنه قاله في المريض ولم يقله في الشهيد. قلت: ولا شك أن كلام الإنسان فيما لا يعني لا شك أنه مضر به، ولذلك عند الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فحتى يبقى إسلامك حسنا ونافعا لك فعليك أن تترك ما لا يعنيك من الأقوال ومن الأفعال. والله الموفق.